السلام عليكم، معكم الفارس شلت بالخير وعافية. اليوم بيكون كيف تمزح تحدي الفالنتاين. بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. نطرح رامية السهام في هذا المكان وهذا المكان طبعا، وعلى طول بنطرح على 4 زلزال أمام البيت. حلوين. بعد ما نطرح الزلزال بنطرح الملك، طبعا بنطرح الملك في هذا المكان. حلوين. بعدها على طول بعد ما يدمر الملك المخزن بنطرح الغوالب، بنطرح 2 في هذا المكان و1 في هذا المكان. بعدها الملكة، بعدها الآمر، بعدها راميات السهام، وبعدها أيضا البطلة. ونشغل خاصية الملك والملكة، بعدها على طول بنشغل خاصية الآمر علشان الجيش الموجود أو علشان البرابر وراميات السهام الموجودين ما يتضرروا نهائيا. بعد هذه اللحظة بيبقى عندك شيء واحد فقط، إذا الملك جلس معك لما دمرت برج النار هذا فاعرف إنك بتقدر تمسح، إذا لا ما بتقدر تمسح وحاول تعيد الهجمة مرة ثانية. طبعا التصميم سهل جدا إنك تمسحه، ولكن لازم يكون عندك الملك لما تدمر مدفعيته، أو عفوا لما تدمر برج النار. إذا دمرت برج النار وباقي عندك الملك ما يهمش بعد هذه اللحظة، يموت أو ما يموت. وأيضا خاصية البطلة، في حال إذا كان كل الموناليز مدمرات ما بش عندك خاصية البطلة فيك تكمل هجمتك. أما في هذه الحالة ما أظنش أنك تقدر تمسح، لأن دم البطلة بيكون قليل جدا. فإذا قدرت أنك تعمل بس هذه الخطوة فأضمن لك أنك تقدر تمسح التصميم بدون أي مشاكل. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. أحبكم جميعا ومع السلامة.